حديث كأفراد كتاب النكاح بصار وريوحي يهي عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت أحو سوري بخاري مسلم وكسوري أم حبيبة وين أبي سفيان أحي كم إذا هي زوجات كي النبي صلى الله عليه وسلم بي كم إذا هي اسم كيذا نوح الورنشري الورنشري يا رملة صح بارك الله فيك عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما بخاري مسلم وحيك السوري أم حبيبة مقعد نوح الورنشري رملة أيا الورنشري أنها قالت إن اجتري يا رسول الله رسولك إله يوم صلى الله عليه وسلم انكح أختي ابنة أبي سفيان واحد قرستا ولا شيء إن أبي سفيان أهجرس سفيان ومثلث السين كردق يهوصدق يقذال باسين كصدح ذو كوب الناي فقال وحول أو تحبين ذلك وحكيري مياسدا تعشاه أي أترضين مياتكرها لتهاي وتحبين ميات تعشاه ذلك كاقاسي أتشيغ يسو ميات تعشاه فقلت نعم أم حبيبة وحي ترها وتعلها لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي وحيت الأم حبيبة لست لك بمخلية ما يهمتكو خالي وآذيق مركا عن قارني مكوهلي بمعنى كلي زوجتك كلي أضغبت مئه وكل يبدن قلوين كم مرنان ما يوضو مركلات إلى قبطايو من مركا عن كل خالي نقنيو وان كوهلي أذيقو خالي وضو مركلة كم مرن عن كوهلي معها كل يبلغ من مارمان وحاها الدنقلوين إني وهلينيان وأحب من شاركني وحان شعله وأحب من كينا وحان أتشعله شاركني في خير إلى وذاك خير أختي ولا شيبان ولا شعله إذ خير إلى وذاك تنا وحان أتشعي البضن هاي ولا شيء يعني قبلنا هنا نقول زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضيلة عظيمة فضل وين ودرجوين marka kullayba hadaan ku helaynin adigo dumar kale kam maran ee aad marka mar leeyba dumar kale oo dangalooyin ay weheliyaan oo aad ila qabto waxaan jecelahay hadii kullayba dumar ila ka wadaagayaan in cidda marka khayrka ila wadaagaysa ay noqoto walaashay waxaan la oran jiray marka gabadha walaasheeda ay ku qalqaalinayso nabigu inuu guursado magaceeda waxa loo jiray azza وعز بنت أبي سفيان سيد الرواية مسلم صحيح كسوري بشيكس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحر رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يحل لي كاقا سيئة شيئة سؤينا ولا شيئة قرسدأه إيما حلال أها بمعنى أذيقان كقابو ولا شيئة كل مكل من كره أمرك أرنغاس إيما بنانا قالت وحي تري أم حبيبة إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة أم حبيبة وحيت لي إنا نحدث أنك وحنا لو شيكين شري أنك تريد إن دونيس أن تنكح إن تقرسته بنت أبي سلمة إن أبي سلمة إن تقرسته إن دونيس أي أن لو ورمون لو شيكي خبر نعصى المقال قال وحر رسوله صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة ما إن أم سلمة إن قرسدو قلت وحر نعم ها فقال وحر إنها إن أم سلمة لو لم تكن ربيبتي في حجري هدينا أهان لها إن ربيبتي يعني إن أنت أن هو يدد قبي ربيبة وحل إلى هذا ننكو هدو مركا قبر قبوه قبر داسنا أي المهر لهيد إن أنت هراء إلى هيدا نكلا أولا هيدا أولا شيء أي ساقو آن أردالين سيدا غالب كعادة أي تهي قريقي سيكسو كريس إلا هو يدد مقباية مركا ربيبا ليلة ده ها ربيبا لو يري لأنه يربها ساقا بربارين أيو ومركا وحوايا سيدا أبد كيسا أكرين أيو وبربارين أيو وكرو ربين أيو وبربارين أيو وأكرين أيو ساسا ربيبا لو يري مركا هدان هو يدد قبل حين وفي حجري ربطة إذا متكسوغن
ربي بضع سو في حجري حالي ربي بضع ستاي في حجري مد نبتة إذا كنت سقنتها أما خبر لبعض أتكلم أما حال كلمته في حجري حجري يوم مد كنت سقنت هذا إني أهان لهاي ما حلت لي إما حلال نقطين حال بكلم لو لم تكن هذا إني أهان لها ربي بتي تاني وسوبر بارين أيه هو يد الأنقبي ربي بضع إذا واحد تاي في حجري حالي نبتة إذا كنت سقنتها حجري أصلها وحلي له ذا مرض الدعل كذا ليلة هذا حجر إيه حجر بوا ليلة هذا والفتح أفصح إن لو كرد بحدا بفصح حبضا حجرين والأوران كراي يضن وبنانت مرك الطرف الثوب ليلة هذا كوه حلقت المامية حدي وحوي ربي بضي ذي أين أهين حال أي نبتة إذا كسر قنطهيو أنا وأنسو كلي ما حلت لي إما حلال نقطين إنها لبنة أخي من الرضاعة وإن أنت ولا الكي دريوي من الرضاعة حق مركا الناس كأنه كو لا لوني أما حال أخو وضع سأيتها كائنة من الرضاعة حق الناس نقمت كأهاتيتها وأبو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس كي ولا لك أهاين أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ورسولك عليه الصلاة والسلام أني وحي النوتشيي أبا سلمان النوتشيي ثويبة أي النوذ النوتشي الله بضع يدب الناس كذا أنو تشقنا ثويبة أي الله بضع يدب النوتشي فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فلا تعرضن علي بناتكن هبله إنها يسو بندقنا ولا أخواتكن ولا له إنها يسو بندقنا وإنان أما مركا هبلهين قورسدو أما إنان مركا ولالهين قورسدو هاي صوبان ديجينا بمعنى إما حلاله إما بنانين معنو ساسو دعي قال عروة عروة وحيري وعروة ابن الزبيري وثويبة ثويبة مولاة لأبي اللهب وقبر أدون أهان شرتي أبي اللهب مركا أولها ومركا دنبئو حريو مولاة كيس أي أهيد بمعنى أبي اللهب حري أعتقها وحري أبو اللهب الضون ومرك أبي اللهب لهب وها كذبنا وحري فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وحين نوتسي النبي عليه الصلاة والسلام بين نوتسي فلما مات أبو اللهب مركو لنتي أبو اللهب رآه بعض أهله وحاركي أبو اللهب أهل كي سيقار كم إذا أركي بشر حيبة waxay ku arkeen xaaladii ugu xumayd bay ku arkeen riyaal lagu riyooday qaraabadii Sicid kamida ku riyootay waxay riyadii ku arkeen isagoo xaaladii ugu xumayd ku sugan bay ku riyoodeen faqala lahu idda ahlkiisa kamida aragtay ba waxay ku tiri Abu Lahab waxay ku tiri Abu Lahab maada laqita mahad la kulantay قال له أبو اللهب وحكوا لأبو اللهب لم ألقى بعدكم خيرا إذن كدب دين وح خيرا لما كل من نسخ بخاري خيرا كم اسف أرورين أو يعني مركا مرنا بكم إيمان أريق خيرا لم ألقى بعدكم ولا قريي يعني مركا أريق خيرا قرشد الله إسكا قرن أيو أي اللو قري وبشر حيبة مركي لا يريه لأنه يقول لم ألقى بعدكم وحل قرنا يا وحل لوتش إذا إنا خيرا ده كتبها قاركونا وحي السوريين لم ألقى بعدكم راحة إذن كدب دين وح راحة لما كل من وح وناق لما كل من غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة موياني إلا يورابيي في هذه تنمرك إلا يورابيي يعني السور كأنتو التلمامي ayo marka wuxuu tan baa laygu waraabiyay ama suulka iyo marka farta murdiisada halka u dhaxaysa ayo tilmaamay halkaas laygu waraabiyay waxa laygu waraabiyay bi cataaqati xoreyntaydi aan xoreeyay thuwayba taswayba aan xoreeyay ayaa laygu waraabiyay hadiskana waxa soo wariyay bukhari iyo muslim ayaa soo wariyay laakin qadarka dambe ee qaal urwatu waxa la gaar noqday bukhari mawsuul lama ahe ومعلق ويا أشيقتون إن شاء الله الحيبة الحالة
حيبضة وحالة يلاهدا وحالة دوية بكسر الحائي حالة يكسو قنطا هاي هوس لقى حاده هوس لقنطا يكسو قنطا. حديث كان يوحو الشيقي يا أم حبيبة إن النبي صلى الله عليه وسلم أبن ركتي ولا شيد عزة بنت أبي سفيان إنه قور صدى إنه أبن ركتي نبينا صلى الله عليه وسلم أرنكا إنه أبن ركتو واستغرابي ويدمر كصدى بضان دد قلوين كمتش على وإنك قبا قبرك لقور صدى عادة متش على تذوحوا إلى أو تحبين ذلك متكلم ما شو أقص قنته أرن كان يبان دقيسا وأرن أم بنانين لكن يدو مركن ما يجرنين إن النبي صلى الله عليه وسلم أبنانين وح إسلاهيد وأبنان طيب إسلاهيد العلم غركود وح يلهدين دو مركا ولا رها لبها بلوضة ولا لا إن قور لقو كل ميا إن حاران تهي ما بيجرنين ده علماء غركودنا وح يلهدين مي waxay u badan tahay inay garanaysay laba hablood oo walaala in guur lagu kulmiyo nin wada guursada markari ah ama ba guurka uu isugu keeno walaw haba kala horeeyaan inay xaraanta ay waa garanaysay hayesha waxa islaahid khusuusiyay nabiga ugu banaantahay sida ashiya kale khusuusiye loogu baneeyay ayay tan khusuusiye nabiga ugu banaantay islaahid culimada qaar koodna saasi ku toojiyay si kastaba ha ahaatee كل يبقى اسمه إلى هاي النبي حرام بيكتهاي. هدي أقول له هاي النبي أرن قاسي حرام إنه كيوه أنا أبنانين وما يبنكتين. وحي مركا نغنى إساء إن نجرنين نبي إن حرام كتهاي إن نجرنين. مركو النبي هو يدي عليه الصلاة والسلام أو تحبين ذلك وحي تلها. الضوء مركا وحوي هذا الكي أنت كما يدين زيادة كلا أي قدرت. ويعضينه يصصابته يصيده مجعشا وحي تلي مر لي بها دي مركا الدمر كلا الدنقلوين آنا نكمر نين وكل لي بها الدمر كلا إلى قبطه إذ خير لو ذاك توحان أتش على هاي دولا شيء مركا ساسا أتش على هذي إنا دي دن قوست وحي كنت سنة فصاحة أم حبيبة بيان كذي فصاحة ديدو سيدو أبضنا أي كنت سنة وحي كلا كنت سنة سيدا مركا عقلي قيدو oo miisaanka badnaana waa ku tusinaysa tacliilaadka iyo sidii sheegaysa markaad eegto waxa kale laga qaadanaya ardiga cid loo bandhigo fadli leh gabadh wanaagsan loo bandhiga asal ahaan inay tahay marka mid banaan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu arigaasi ima banaana yani jamcigaasan ii banaanayn jamcigana loogama jeedo kaliya mar in la wada meheriyo la wada guursado waxa soo galaya inay guurka iyo aqdiga ku kala horeeyeen laakiin isku soo gaaraan iyo in mar lagu wada xiro farqi ma kala leh mid waliba waxay noqonaysaa jamcigi wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf ayadu waa lagu xaraantinimeeyay in laba hablood oo walaala guur la isugu keeno lagu kulmiyaa inay xaraantahay waa talo inagu sheegay ummu xabiiba waxay tiri waxaana loo sheegay oo nolooga waramay إناد إنا أبي سلمة دوني سيند قرسته أبي سلمة وحلو رنشري عبد الله بن عبد الأسد عبد الله ابن عبد الأسد بلو رنشري إنا أبي سلمة وحلو رنشري درة لو رنشري درة ودرة بنت أبي سلمة رواد قاركود وحيو شيئين ذرة لكن أهل العلم قاركود وحيو تصحيف إن أبي سلمة ذرة لما أرن شريني درة لأرن شريني ذلك أي مهملة تردب عين إلى هاي ذلك نقضي مركا ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بيهاي وأنا ابنة أخيه من الرضاعة وحن النبي قول عليه الصلاة والسلام أنت أم سلمة يعني من أبي سلمة ذو تشيدة أي معنى هو دعية من أم سلمة ذو تشيدة بنت أم سلمة يعني كأنه إنه يري أتريد بنت أم سلمة ما إن أم سلمة ذو تشيدة وحيت لها حلقة قادنا إياه هو يضع إن إلمها اللوغو أبترين كره وإجاء استهي أصالة وحمرك معروفة
in abtirsiyaha aabaha loogu abtiriyo wax nuqsaanina kuma jirto hadii waqtiyada qaar kood in heblaayo la yiraahdo ammaaha marka ruuxi la yiraahdo in heblaayo in la caayayo ma aha ama nasabkiisa in wax laga sheegayo ma aha sida aabuhu u dhalay baa hooyaduna u dhashay marka waqtiyada qaarkood waa dhici kartaa in hooyadii loogu yeedho ama in heblaayo la yiraahdo waa dhici kartaa taxqiirna ma aha ceeb ku jirtaana ma jirto hata xadiidkii ay ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam man sarrahu an yaqra' alqur'aana ghaddan falyaqra' biqira'ati ibni ummi cabdin kay farax gelinayso inuu qur'aanka akhriyo xaaluu taray yahay ya kaanahu sidiisi u cusub yahay aan waxba iska bedelin sidaa inuu akhriyo kii jeceli way farax gelinaysaa falyaqra' biqira'ati ibni ummi cabdin qira'ada ina ummi cabdi ha akhriyo ina ummi cabdi waa kuma waa cabdullah ibn mascuud nabigu sallallahu calayhi wasallam cabdullah ibn mascuud wuxuu ku iطlaaqay ina ummi cabdi inuu yahay waana jireen saxaabada qaarkood oo ku caanbaxay in hooyada loogu abtiriyo ama loo nisbeeyo sida ibnu ummi maktuum marka saas aawada wax nuqsaan inay ku jirin dhibina aynay ku sugnayn ayaa laga qaadanaya waxaan ku dhibay tiri haa wuxuu nabigu yihi sallallahu calayhi wasallam haddaynay rabiibadaydii ahayn oo mid dhabtayda ku soo korto hooyadeeda aan qabo xataa haddaynay ahaan lahayn way tahaye sabab kaley ku xaaraan noqotaaba meesha taallo walaalkaygii naaska aanu ku walaalownay ayaa dhalay oo abu salama iyo nebigu sallallahu calayhi wasallam xagga naaskay walaalo ka ahaayeen suwaybaa labadaba nuujisay oo intaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xalimatu sacdiya aynay qaadan oo nuujinin ka hor ayay suwayba nuujisay suwaybana waxay ahaan jirtay addoon abulahab leeyihi abulahabna waa nebiga adeerkii ruma magiciisa waxaa loodhan jiray cabdulcuzza ibnu cabdilmutalib marka wuxuu tilmaamay nebigu sallallahu calayhi wasallam laba sababood oo labaduba taxriim keensanayaa ku sugan inantan marka hadde inaan guursada ma dhici karto laba maanic baa labaduba diidayaan guurkeeda mid waa maxay waa xagga naaska taxriimka ka yimi radaacada xaggeeda inay xaaraan ka noqoto oo maxramnimo halkaa ka timi geeska labaadna waa maxramnimo xagga sihriga ka timi oo inuu hooyadeed qabo hooyadeedna markaa waxa weeye oo markaa u dukhuulay weliba وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن marka laba sabood labada xaraan ka dhigaya meesha ku sugan markaasu nabigu wuxuu xidhi alayhi salaatu wasalaam hablihiinna iyo walaalihiin hay bandhigina waxaa laga qaadanayaa cid guurkoodu ay shaqsiga xaraan ka tahay in loo bandhigaa inayna bannaanayn waxaa kaloo laga qaadanayaa naasnuugu inuu xaraantinimanaya laga qaadanayaa يحرم من الرضاعة ما يحرم من النصب سيدا حديثك الصحيح باكو صارورتي وحكا حارنت النموبا حق الناس كا أما الناس نوقا انت كا حارنت النموبا النصب كا إن لم إذا أي حق مركا الناس نوقا نحاران كان نغنس كدب وحا ومركا وشيخ سأروري عروة هذا الويري هذا كان وحكو سوغي بخاري وكو سوغي عروة أيا وحورنا أيا suwayba waxay ahayd addoon abilahab lahaan jiray dabeedna xoreeyey nebigana calayhi salaatu wasalaam way nuujisay siyaaqa hadalku wuxuu u eeg yahay goorta abilahab xoreeyey iyo goortay nebiga nuujinaysaa in nuujintu dambaysaa siyaaqu u eeg yahay waxayse culammada siiradu ay sheegeen waqtiga uu xoreeyey waa dambayn ahayd oo soo noqon doonaa abulahab nebiga adeerkii rumu ahaa nebigana waa ka gaaloobay calayhi salaatu wasalaam waana colaadiyey isaga iyo gabadhu qabayba oo la odhan jiray arwa binti xarbin ummu jamiil aad bay nebiga u dhibeen calayhi salaatu wasalaam suurad qur'aanana ku soo degtay iyagoo khasaarahooda iyo naarta inay gelayaan la sheegay tabbat yadaa abii lahabin watab ma aghna canhu maaluhu wama kasab
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يعني خسارها اي خسارين يا عذابك اي قليان الى هاي وحكوش اي سورة داسوش. ابو لهب مركو لنتي قرابة دي سعيد كم اذا كريوتي عروة الشيغية قرابة دي ابو لهب عيد كم اذا كريوتي ابو لهب waxay ku arkeen isagu xaaladii ugu xumayd ku sugan. Waa ciidasi ay waydiiso riyadii ku waydiisay xad la kulantay wuxuu dabadin wax khayra laba kulmin laakiin taasa layga waraabiyay. Waxa weeye waa farta iyo suulka halka u dhaxaysa halka yar ayaa layga waraabiyay. Riwaayo kale waxa la soo wariyay halka suulka layga waraabiyay xoreyntan xoreeyay suwayba daraaddeed baa laygu warabiyey. Bicataaqatii caynku waa kor dhigan yahay, bicitaaqatii ha odhan waa bicataaqatii. Xoreyntan suwayba xoreeyay daraaddeed baa laygu warabiyey. Cataqa yactiqu citqan wa cataaqatan asaalatan wa laasim. Marka sida fasaaxada badan lihi waxay ahayd in layahay bicitaaqii in la yidhahdo ويا عتقه عتاقد وحروقة حرينتنا واعتاقة هيش مرربة وحصار ورطي موضع عن إيه مواضع كلا النادرة وحصار ورطي سيدي متعدد أو كلا إن لولا معامل وحنا نبود هل كنا إن مركا لقد جاي متعدد أو كلا لقد جاي لكن سيدا في الصحة هذا بدل يواصل كلا وإن لازم لقد جو وإن لأرن لها بإعتاق ثويبة أي أفصحه. Qisadan dad fara badan baa daliishada oo marka doono inay cuskadaan oo marka waxa way wadaada badan ayaa laga soo raray qisadan inay cuskadeen. Qaar u daliishada ixtifaalka doono inay cuskadaan Nabiga sallallahu alayhi wasallam dhalashadiisii in xaflada ama wax la mid loo sameeyo ama xus loo sameeyo oo farax la muujiyo. Qaar baa doonay tan inay cuskadaan iyo waxyaalo la mid. Marka saw waxay leeyihiin marba hadii gaal faraxa uu ku farxay Nabiga dhalashadiisii ay anfacdo nooc nafciya ka helay oo cadaabkii lagaga khafiifiyey. De muslimku inuu ku farxo inay shay maxmuuda taho uu janno ku helayo ayaa marka aanu ka dariishan Nabiga. Horta asarkan xadiis ma aha xadiis Nabi maaha. Warkani waru Nabigu sheegay ma waxa dhacday xataa qaar kood inay Nabiga ku been abuurteen oo uba nisbeeyeen Nabiga. Ay dhahayeen Nabi Muhammad baa wuxuu yiri Abu Lahab farxi dhalashada uu ku farxay daraadeed baa cadaabka looga khafiifinaya. Nabiga sheegay kulaha warka noocaasina de wax jira ma. Wa hadalkii Curwa Curwana cid uu ka maqlay warkan qaraabadii marka ayuu ka soo wariyay Abu Lahab cid kamid ah inay sidaa yidhaahdeen manu sheegin cidda yihiin waana riyo. Mar labaadkana mawsuul maaha. Shuraxda xadiidkuna way caddaynaysaa fi saxiix al-Bukhari ka yaag xaafid ibnu xajar sharaxiisa fatxulbaariga iyo cayni sharaxiisa cumdatulqaariga ee bukhaariga ku sharxayo. Yacni caalim kasta oo bukhaariga sharxay waa baraarujinayaa inuu yahay mucallaq waanu marka hore mawsuul ahayn oo cidda marka curwo ka soo warisay aan la sheegin. Mucallaqaat al-Bukhari wax la yidhaahdaa jira mucallaqaadku ka mid yihiin waa qodob. Waa qodobka labaad ee waa mursalo ciddu ka maqlay ma sheegin. Mursalkuna wuxuu ka mid yahay min qismi daciif. Waa midda saddexaad ee miduu Nabiga ka irsaaliyey ma aho Nabiga ka soo warinaayo la curwa taabici buu ahaa ee saxaabi ma ahayne. Miduu Nabiga ka irsaaliyey weliba ma aha oo hadal nebi meesha kuma sugna calayhi salaatu wasalaam. Nebigu warkan inuu maqlay oo taqriiriyeyna lama hayo kullu daalika wax jira maaha. Waxaanay sheegaysaa gaal camal marka uu sameeyey wax ka midi inay anfaceen aakhiro taasina waxay ka hor imanaysaa qur-aanka. Qur-aanka ilaahay muxuu inoogu sheegay acmaasha gaalada dhammaantood in laga dhigayo eber wax ka anfacaya aanu jirin.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله وحي عمل قال السماء السيوة حلقة دقية آخر سيدي بور لفرديو كلا لقة دقية كفر كان عمل كبرنية أدوب أهان لها عمل صالح ونكسا. قال لماذا برنيس؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أدي أي شرك لا يمن لها ين عمل كود وبر لها. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا مرته قال هذا إن النار تلقى خفيفين من بلهين وشاقة. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. رب العزة وحوله ولا يخفف عنهم من عذابها. قال هذا عذاب كالنار تلقى خفيف مايو عروق السد والسورين يشيقيه نبيك كما الشيقيني وحيت الماما يسائن عذابك وحكم إذا لقى خفيفي أبو لهب مركا وركا وشيقيا وحكهر إمانيا هذا الإلهي بكهر إمانيا أيضا متعددة أي مركا معناها لقو الشيقي لقو عدي وعارضة يا كهر إمانيا مركا قال لما كل انتي إنو عمل أنفعا مسورو بكرت علماء روحي كسو النقليين إجماع قاضي عياد وحيري إن عقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب علماء روحي كإجماعين قال هذا إن أعمال شوذ أنفعين ولا يثابون عليها أن لقنا أبال مرنين بنعيم ولا تخفيف عذاب نعيمنا إن لغو أبا المرنين عذاب فضيدين لغا خفيفين يا عذاب كنا إن لغو أبا المرنين سأساوذ الشرح ذا حديث الشرح يساء معنى هو عضينا يان سيدا حافظ ابن حجر فتح الباري سيدا مركا وحوية عيني عمدة القارقة يا شرح ذا كلب وعضينا يان إجمع أيضا واصل نغرنا يان آيات ككهر من ينوات الماما يان أثر كنا إنه حديث النبي أهينو النبي مركا آنو أوران واشيقيان إنه مرسل يهو مرسلك من قسم الضعيف يهينو واتلماميان إنه معلق يهو عدة مركا عروة كسو ورسينا إنه بخاري الشيقين يهينا واتلماميان إلا بخاري إيه مركا وحوي عروة وحول حي يقابوين عروة تابعي بخاري نوحو النولا قرنك صدحات بالنولا وقال يا أفر يستقاشن كي هجري قول الشيء حل كان أحد تابعين تكمل كسر دواذي ما بتشربه فضلا عن عروة مركب وين باو الحياة ساساوذي قصة حجكم شفته وحه الضم مركب عذاب كان لوجا خفيفين قصة اللفت هذا هديل الراعو وح ظاهر كذا كم وقتين تاي حرين تأو ثوي بحرية دراديد بس وقصة اللي مش يا جيسو لرشدي النبي شيء جميس إنه لرشدي النبي كفر حي شيء جميس إنه الثويب أقوب الشاري سودة وسابتة وحرية الشيق ميس أهل السير كقاربة الشيقين وبعض أهل السير أيا وحي الهدين ثويبة وحي أقوب الشاري سي أبو لهب إن ولالك إن أرد شيء دبنا فرح بشارة كفر حي دراد يدبول حرباتها قصة السقان والسنة السقان لماها يا وأصحاب السير بعض كم إذا وحي تلمامين أهل السير كنا وحي سكوا فقسيين معها بل أكثر كأهل السير كوا حيليين صويبة وأدن بأو مركا النبي صلى الله عليه وسلم هو ينادي أي أبو الله بحري أصيدا مركا وشيقا أيو علماء بضن أو مركا أهل السير كأي تلمامي وابن عبد البر وشيقا أيو وابن الجوزي وشيقا أيو أو مركا وحوية وشيقا أيو ابن السعدي وشيقا أيو وغير كوذا يشيقيا حتى وحي شيقيا مركي النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قرسدي ثويبة وإكرامي تشرو وشرفي تشري يدو ولي أدون أه مركزي سوب بوغن جرتي يدو أدون أبو اللهب ليه يهي أه مركزا خديجة وحي تري آن كسو إبسدو أبو اللهب وحريو أبو اللهب بيوتكتو وحي تري مركي سيقا يهيبي وديدي أدون نماذا يكون باقي أحد مركي النبي هجرو ذي الدبديد أيو ثويبة حريو أكثر أهل السير سيشيقي وصاص
marka qisada ku saabsan farax marka ku farxay bushaarada suwayba u keento inanba walaalka u dhashay abdullahi walaalka abdullahi inanba u dhashay farax arinka ku farxu ku xoreeyay aksaru ahli siyar sidaas khilaafsan bay sheegayaan waadan bay xoreeyntoodu inay dhacday yani waqtigan dhicin ayay marka tilmaamayaan hayesha bacdi aan badnayno ahlu siyarka ka mid warka ay sheegeen qaarkood baa dee ictimaaday sidaas aawadeed baa ibnu naasiruddiin dimashqi waxa uu yidhi إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فكيف الظن بالعبد طول عمره وحكى الله صلى الله عليه فكيف الظن بالعبد كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا وحكول السنتهي قصة داس بعض أهل السير أي تلمامين بكل السنتهي أن سند كراهي على كل حال تنحجكم تشوف مرة بعد كسيدة مركا حافظ ابن حجر وغيره أي تلمام أيان وريو وحنا لقيا بولي بعدة كل ريو تين قال إني أهي رياضنا هذين الريان نبي أهي الحجكم السجناء ولا محجيس رياضه هذين تي الريان نبي والنبي كل رياضه يا شيطان سلطكم له وحي وي سيدة ابن عباس ما ويري رؤيا الأنبياء وحي لكن ريان نبي مر هذين أهي حتى الرياضة قفك مسلم ككل رياضة تمن نغن إيسو يعني حجة شرعية نغن إيسو سأساودي أدي الذي شرعي قاهد إلا خلافه أو حوية مركة رياضة لا اعتماده أن وليما مركة وحوية سنة كيد السقنين يعني وحوية أول حجة إيسو يصح نغن إيسو قرآن كالله خلافه قرآن كوحشيقي إن عذاب لغا خفيفين وصأررت أبو طالب إن عذابك لقى خفيفين إساق الدليل الصحيح الله يا مر هدي الدليل الصحيح الله يا ولقى استثنون يا ولقى ريبيا ولقى خصيصا يا حورنا يا قرطبي يعني أبو طالب يعدي كلا الدليل السقم بالله له إن عذابك لقى خفيفين يا يقى ولقى ريبيا لكن واحد شوابت نقول إسا دي هدى تن الدليل الصحيح الله ما هي مر هدان الدليل الصحيح الله يعني عموم كبال الله استصحابا يا وعام نمدي سلا قبصنا يا ولا حجيسنا يا إلا إلى هذا الرياض قف كل رياضي أي آيات في القرآن كله خصيصية أما محكمات في القرآن كله خلافية دمت صح مركز سيدا سيدا بين النقونين مركز قصة داسين يكون كدينين بخاري بيكون سجنتها هنا يان لوجو هروسن بخاري هذا يكون سجنتها هذا النبي معها وقصة مركز إساح العروة الشاقي أو الرياك قصونا أيه وهذا النبي أن قصة بسنين والنبي يقول إنه أجادي أن قصة بسنين أو وليبا مركا وحي معلقنا يعني وحوية الساسين الصحيح وأهين يدنا مركا بخاري كسو قانتا هينا بلشان نبينا مشيقين فرحنا مشيقين يعني وحو الشيقين يقول حرين تاس حرين تنوى عمل دي صالح نقول الله ها دي لاهي درتي لوغة شيدو أو إيمان للي مادو أو روح السميي ومؤمن نقول الله وعمل قربان نقول الله لكن ما دام مركا وحوية شرطي عمل كوان فعلها ما شأنو أولين وينو وحوي مركا مؤمن ويا هيكا سميي اين اولين وحنفعي ماها ومماتك قران كان الله عسكنيا للدريشنيا